ازيك يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في رمضان في البيت على هوم سينما. النهارده هنعمل ستيفلر رياكشن جديد، وهو دي هتكون تقريبا اخر حلقه معانا النهارده، لان كل الفيديوهات اللي انتوا شفتوها بتاعت اليومين اللي فاتوا دول دي كلها متصوره في يوم واحد. انا حرفيا ما اتحركتش من مكاني، انا زي ما انا قاعد كده خدت التريلر او التريلرز كلها مره واحده. تقريبا لحد دلوقتي ما نزلش اي تريلر او اوفيشال تريلر او تيزرز ثانيه لمسلسلات رمضان. حلقتنا النهارده هنعمل تريلر رياكشن لمسلسلين، مسلسلات رمضان، هما الاثنين تيزرز، عشان كده حبيت ان انا اضمهم في حلقه واحده زي ما انا كنت قايله بكده في فيديو من الفيديوهات. بصراحه انا حسيت ان موضوع ان طالما لو هو فيديو تيزر وهو حرفيا بيبقى كام ثانيه، فانا بقيت احب ان انا فكره ان انا احط مثلا اثنين او ثلاثه تيزرز في فيديو واحد، اثنين حلوين يعني، بحس ان احنا يعني حاسس ان الحلقه تبقى احلى يعني، او تبقى مليانه اكتر احسن ما تبقى مثلا دقيقتين ثلاثه. انا مش حابب الموضوع ده ان انا اعمل فيديوهات قصيره قوي زياده عن اللزوم، ف تو تيزرز حلوين كده. انما لو اوفيشال تريلر تمام، هنعمل له فيديو لوحده مفيش اي مشكله. انما لو تيزرز يعني ماشيه فيديو، يعني ماشيه تو تريلرز او تو تيزرز او ثلاثه تيزرز في فيديو واحد يعني. النهارده هنعمل اوفيشال، النهارده هنعمل تريلر رياكشن لتيزرز لمسلسل مسلسلات رمضان، وهو المسلسل الاول هو بتاع نيلي كريم اسمه ضد الكسر، والمسلسل الثاني اللي هو بتاع محمد امام اللي اسمه النمر. هنبدا الاول لمسلسل نيلي كريم اللي اسمه ضد الكسر، هو من تاليف عمرو الدالي ومن اخراج احمد خالد، وهو في نيلي كريم وفي معانا طارق عماد ومصطفى درويش ولقاء الخميس ومحمد فراج شام اسماعيل وحمزه العيلي اللي هو اللي كان عامل فيلم اكس لارج. تمام يعني، بس مش عارف هو في مين تاني، هم دول اللي شفتهم في الكاست ليست. مبسوط ان في لقاء الخميسي في المسلسل ده، حاسس انها هتعمل دور حلو يعني، مش عارف ليه يعني. اللي فكر في لقاء الخميسي في مسلسل من مسلسلات رمضان مع نيلي كريم، لا اختيار حلو يعني، زي برضو اللي كان الاختيار اللي كان من كام سنه اختيار زينة في مسلسل بتاع نيلي كريم، برضو كان اختيار فشيخ يعني. انا شايف من وجهة نظري الزينة اللي كانت شايلة المسلسل حرفيا، بس للأسف مسقط اسم المسلسل يعني، اللي كان فيه نيلي كريم وفي زينة، وكان فيه احمد فهمي، كان متجوزة احمد فهمي وبعد كده خانتها زينة مع جوزها. كان المسلسل ده كان مش وحش برضو، بس اخر حلقة هي اللي قفرتني من المسلسل كله، وزينة كانت عاملة دور حلو يعني. طبعا كالعادة ما شوفش التيزر ولا مرة لمسلسل ضد الكسر بتاع نيلي كريم، هشوفه دلوقتي معاكم لأول مرة هنا على هوم سينما. هو برضو تيزر، مشيها تيزر، هو ماشي نمشيها تيزر، هو تيزر، هو صغير مش كبير، هو تيزر يعتبر. طبعا كان عادة مشفتوش ولا مرة، هشوفه معاكم دلوقتي لأول مرة على هوم سينما، يلا بينا. عايز لما تشوف حلمة ودنك ممكن ما تفكريش وتسيبي كل حاجة لوقتها. حصلت لي ظروف هي اللي أخرتني، الظروف اللي ممكن تخليك تتأخر عني. كانوا متهميني فيكي. يعني أنا مش عارف يعني دلوقتي يعني بجد، لا بجد ده يعني ده مش تيزر، ده حرفيا اللي هو خدوا مشهدين وحلو قوي عليكم كده. المسلسل حسه حلو يعني، حسه حلو يعني، شفتوا صنع يا جماعه يعني. انا مش بحب اتكلم عن نفسي كتير، بس انا بجد والله، بس انا عندي نظره كده في الحاجه اللي قدامي يعني، سواء مسلسل او فيلم. انا ممكن زي ما قلت لكم قبل كده في فيديو من الفيديوهات القديمه، انا ممكن اقدر اقيم فيلم من بوستر، اعرف الفيلم ده حلو ولا وحش من بوستر، من افيش. التيزر حرفيا كم مشهد، بس كم مشهد متصور حلو يعني، كام مشهد متصورين حلو، وحاسس ان المسلسل ده هيبقى حلو بتاع نيلي كريم. فانا للاسف مستني يعني، هستنى الاوفيشال تريلر عشان اعمله تريلر رياكشن، وعندي احساس انه هيبقى حلو، فعشان كده هستنى التريلر رياكشن. ولو التريلر رياكشن ولو التريلر بتاع مسلسل الاوفيشال تريلر طلع حلو، احتمال كبير هتفرج على المسلسل. ومبسوط ان في فراج، ومبسوط ان في لقاء الخميسي على فكره يعني. لقاء الخميسي على فكره يا جماعه ممثله والله شاطره يعني، حاولوا تفصلوا لقاء الخميسي عن راجل وست ستات وسعديه في عسكر في المعسكر، بس على فكره والله ممثله شاطره، وعندي احساس انها هتعمل دور حلو في المسلسل ده، مش عارف ليه، قلبي بيقول لي يعني. طبعا مش هندي نسبه ترقب لانه هو تيزر، هو حرفيا ده مش تيزر، ده حرفيا رمى لنا مشهدين وقال لنا شكرا كفايه عليكم كده.
التيزر الثاني اللي عندنا السنه دي في مسلسل من مسلسلات رمضان، وهو مسلسل النمر، المسلسل بتاع محمد امام، وهو من تاليف محمد صلاح العزب ومن اخراج شيرين عادل. البطوله معانا محمد امام، وفي كمان نرمين الفقي. نرمين الفقي السنه دي تقريبا كمان طلع في ظل الراجل اللي مع ياسر جلال تقريبا، صح؟ اه تقريبا. وفي معانا كمان هنا الزاهد واحمد خالد صالح وعمرو عبد الجليل، نايس. محمد رياض، علاء مرسي، محمد مهران، محمود حافظ، بيومي فؤاد. بيومي فؤاد طبعا كالعاده طالع في كل حته. وسمعت كمان في سلوى عثمان على ما اعتقد، يعني سمعت ان هي هتنضم للمسلسل، فمش عارف الكلام ده حقيقي ولا لا. يعني هو للاسف هو تيزر، ما اعرفش ايه اللي ممكن يدهولنا التيزر بتاع المسلسل. فاتمنى بصراحه ان هو يدينا اي حاجه، يعني مش ان هو يرمي لنا حرفيا مشهدين زي ما مسلسل نيلي كريم رملنا كده مشهدين وقال لنا شكرا كفايه عليكم قوي 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 كده يعني. بس طبعا كالعاده ما اشوفش التيزر ولا مره بتاع مسلسل محمد امام، مسلسل النمر، هشوفه دلوقتي معاكم لاول مره. يلا بينا. طب انا يعني طب انا اقول ايه؟ طيب يا جماعه، اولع في الحلقه دي ولا اولع في المكان اللي انا قاعد فيه، ولا امسح الحلقه دي، ولا اعمل ايه؟ هو ده تيزر؟ ده مش تيزر اصلا. يعني انت لو شلت الحبه اللي في الاول وشلت الحبه اللي في الاخر حرفيا مش هيكمل معانا ايه 15 ثانيه 20 ثانيه. يا جماعه بوس ايديكم يا جماعه، نزلوا ام تريلر بقى، خلصونا يا جدعان. يعني انا مش عارف انا في ايه، يعني ما تخلصوا ابونا يعني. خلص ده رمضان، كل سنه وانتم طيبين، فاضل له مثلا بتاع 25 يوم مثلا ولا حاجه يعني. ما تخلصونا يا جدعان، اوفيشال تريلر خلصوا يعني، لازم لسه التيزر، لسه نستنى مش عارف بتاع اسبوع مثلا ينزلوا الاوفيشال تريلر. ليه ما تخلصونا؟ طبعا برضو مش حد نقدر ندي نسبه ترقب، يعني نسبه ترقب اللي هنديها يعني. وطبعا انا ما فيش اي حاجه بانت، وما حسيتش برضو يعني الاحساس اللي انا حسيته في مسلسل بتاع نيلي كريم مش نفس الاحساس اللي حسيته هنا. يعني حاسس ان مسلسل نيلي كريم هيبقى حلو حسيته من التيزر، بس برضه هضطر ان انا اشوف الاوفيشال تريلر، وده نفس الكلام هضطر اشوف الاوفيشال تريلر. طبعا ده ما حسيتش اي حاجه حرفيا، المشهد محمد امام جه ونط وقعد وخلاص على كده وقال النمر، ده التيزر يعني، ده حرفيا ده حتى كمان مش تيزر يعني. مش عارف اقول ايه بصراحه. ما علينا، دي كانت حلقتنا النهارده في هوم سينما مسلسلات رمضان. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. تشوفوا فيديوهات تانية قريب، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم. ما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التاني اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برضو، هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.